بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أصدقائي وأحبابي متابعين قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب. النهاردة جاي لكم بكنز. أيوة فعلا كنز. ناس كتير يبقى عندها هاند فري، زي الهاند فري ديت كده أو ديت، والهاند فري بتتقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وما بتعرفش تستغل الهاند فري فبترميها. النهارده ان شاء الله هقول لكم ازاي تستغل الهاند فري اللي عندك بايظه. طبعا اي هاند فري من تحت بيبقى فيها السوكت اللي بيخش في السماعه بالشكل دوت، تمام كده. انا قطعت السوكت دوت من السماعه الهاند فري البايظه ديت واوصلها انا هوت في الموبايل بتاعي. زي ما انتم شايفين جاب لي هنا فوق علامه ان تم توصيل الهاند فري. طيب ممكن استغلها ازاي؟ هتفتح الراديو بتاع التليفون، ماشي، وبتضغط هنا على علامة التشغيل وتضغط على الثلاث نقاط اللي فوق في الأعلى وتضغط على المكبر. بس أول ما يشتغل الصوت أنا هوقفه على طول عشان خاطر ما يجيليش انتهاك لحقوق الملكية، ونجرب مع بعض. شغلت الراديو، هضغط على الثلاث نقاط اللي فوق في الأعلى، هضغط على التبديل إلى مكبر الصوت، وأول ما يشتغل هوقف معاكم على طول. لو تسمعوا سامعين، تمام. هشغل تاني وهوقف تاني على طول. هضغط على الثلاث نقاط، اقول له مكبر الصوت زي ما انتم شايفين كده وسامعين، بس انا طبعا بعلي صوتي عشان اغرمش على الصوت اللي شغال. طبعا انا بالطريقه ديت كده استغليت القطعه اللي هي بتاعه الهاند فري بدل ما ارمي السماعه كلها. دي كانت معلومه سريعه كده، لكن في ناس كتير بتبقى عايز تستغل الهاند فري بتستحرم ترميها، لان احيانا في هاند فري بيبقى سعرها عالي ومش عارفه تستغلها ازاي. بالطريقه دي تقدر تستغل الهاند فري وتشغل الراديو وتشغل طبعا على اذاعه القران الكريم. انا بريء من اي حد يستخدم الطريقه ديت في غير مرضات الله. احنا بنوصل معلومه وفكره للناس، ممكن يكون حد صايم عايز يشغل هاند فري، عايز يشغل قصدي اذاعه القران الكريم، عاوز يستمع طبعا لكلام ربنا، فدي طريقه يقدر يشغل بيها الراديو على اذاعه القران الكريم. وبرضك باكد في الاخر انا بريء من اي استخدام. وحابب برضك في الختام اقول لك على معلومه، وانت مشغل الراديو تقدر تقفل التليفون من الجنب وهيشتغل معاك عادي. برضك هعمل لكم الطريقه ديت وبعد كده هنختم الحلقه على طول. هنشغل الراديو معانا زي ما انتم شايفين، وهنعمل هنا مكبر الصوت وهنقفل التليفون من الجنب. طبعا المكان اللي انا فيه طبعا الاشاره فيه ضعيفه شويه، لكن زي ما انتم سمعتوا في اول فيديو كان شغال معانا، تقدر تضغط على زرار الباور من الجنب ويفضل الراديو شغال عادي مفيش اي مشكله، تمام كده؟ اه زي ما انتم سامعين. انا هشيل الوصله واحطها تاني ونشغل. وزي ما انتم سامعين كده هضغط على زر الباور من الجنب قفل، لكن الراديو شغال معايا زي ما انتم سامعين، بس انا بغرمش طبعا على الصوت. هوقف. بالطريقه دي تقدر تشغل الموبايل بتاعك كانه سماعه جنبك او كان اذاعه القران الكريم جنبك، وتقدر تسمع القران الكريم، وان شاء الله يعم الثواب والاجر لكل المسلمين باذن الله. كان معكم اخوكم الفارس حسام، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.